ما زال هناك ما يتحكم بالقطاع من أصحاب الشركة الكبرى. كاين الفرق بين المدن، يعني مراكش كاين فيه ب 440 وحنا خوينا هنا ب 25 درهم، ما فهمتش. ماشي يعني المهني ماشي هو اللي زاد في الثمن، وإنما هذا الشيء يعني المهني حلقة ضعيفة في المنظومة ديال القطاع ديال التواجد. كيهبط الدجاج 420 جملة 400 درهم، لغد ليه صباح أو الثاني طالع ب 4 درهم راه بزاف. الارقام القياسيه 25 درهم باش كيوصل لمول الحانوت، يعني الهامش ديال الربح ديال 2 درهم اللي كيزيد مول الحانوت راه يعني لا شيء. الا استمر هذا الغلاء يعني ماشي غير الاضراب اللي غادي يديروا مول الانتاج، وانما يعني القطاع يعني الحوانت غادي يسدوا يعني بلا اضراب بلا والو. يعني هذا الشيء كدايرين اتفاق بين ما بين مولين الكوار، هذا الشيء اتفاق راه بين البلان ديالو كيداير. راه حتى حنا كنحسوا بهذا يعني بهذا الارتفاع، راه حتى حنا ما بقيناش كنبيعوا مزيان، ما بقيناش يعني ما حتى الهامش ديال الربح راه ما كانش. غالي الدجاج كتقول البنات المسكين 540 يعني كتجي قاصحه 500 400 درهم، راه جات المواطن راه جات ليه قاصحه في الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد التقشير مهني بقطاع التواشين بيكرا شتوكا ايتبعها. يعني البادره اللي داروها الاخوان ديالنا في القطاع يعني الاغلاق الكلي ليومين يعني السبت والاحد، يعني هذا الاغلاق جاء نتاج واحد الغلاء اللي وصلوا هذا المنتوج اللي اصبح عالى على المواطن، تقريبا ما نقولوا غير بيكرا وانما المواطن المغربي. والاسباب راجعه الى عده عوامل، هو يعني كلفه الانتاج اللي دابا وصلت ل 17 درهم و 18 درهم، ف يعني عند المربي يعني حتى الحكومه مشكوره يعني رفعات الضرائب ورفعات التيفيا على المستوردين ديال الاعلاف، ولكن لا زال هناك من يتحكم بالقطاع من اصحاب الشركات الكبرى اللي دابا المواطن كيحصد النتائج ديال هذا الاحتكار. وحنا بدورنا ماشي يعني المهني ماشي هو اللي زاد في الثمن، وانما هذا الشيء يعني المهني حلقه ضعيفه في المنظومه ديال القطاع ديال التواجد. دا يعني بعد الجائحه كان الدجاج التكلفه ديالو كيتقام ب 11 درهم 12 درهم، دابا مع الزياده ديال المواد الاوليه وغلاء الاعلاف دابا وصل يعني التكلفه ديال الانتاج وصل 17 درهم 18 درهم حتى 19 درهم يعني عند المربي، يعني المنتوج كيوصل للمستهلك يعني بالثمن مرتفع شويه. دابا الارقام القياسيه 25 درهم باش كيوصل لمول الحانوت، يعني الهامش ديال الربح ديال 2 درهم اللي كيزيد مول الحانوت راه يعني لا شيء. الا استمر هذا الغلاء يعني ماشي غير الاضراب اللي غادي يديروا مال الانتاج، وانما يعني القطاع يعني الحوانت غادي يسدوا يعني بلا اضراب بلا والو، على حقاش راه الخسائر يعني تتوالى، كل ما كيخدم كتستمر الخسائر. يعني الرساله للمواطن البيكراوي راه ماشي يعني المهني، راه حتى هو مضرور بحاله بحال يعني المواطن، راه حنا خوتكم حنا ولادكم حنا يعني قبل ما نكونوا مهنيين راه واحد منكم، يعني فوقت ما كيوصلكم هذا الدجاج غالي راه حتى حنا كنحسوا بهذا يعني بهذا الارتفاع، راه حتى حنا ما بقيناش كنبيعوا مزيان، ما بقيناش يعني ما بقى حتى الهامش ديال الربح راه ما كانش. ونتمنوا هذا الشيء يزول هذا الغلاء ان شاء الله. الدجاج بيكرا اليوم درنا نسدو نهار السبت والحد على حساب ارتفاع اسعار الدجاج، يعني المواطن مسكين كيتشكى بالاثمنه، يعني حنا كناخذوا الدجاج ب 25 درهم كنبيعوا له درهم ونص 530 540، المهم على حساب يعني الناس كاملين كيتشكاو بهذه الاثمنه، يعني بغينا نديروا شي حل ان شاء الله. داكشي علاش قررنا باش نحبسوا هاد يومين باش يديروا معنا الحل ان شاء الله باذن الله تعالى. وشكرا شكرا لكم. المطالب ديالنا يعني بزاف د الحوايج.
يعني بزاف الحوايج خصنا لنا لقدام باش نردوا لهم البال، بحال الأثمنة. هذه الأثمنة دابا يعني تلقى كاين الفرق بين المدن، يعني مراكش كاين فيه ب 440 وحنا خوينا هنا ب 25 درهم، ما فهمتش. ومره كيهبط الدجاج 420 جمله 400 درهم، لغد ليه صباح او الثاني طالع ب 4 درهم، راه بزاف. يعني هذا الشيء كدايرين اتفاق بين ما بين مالين الكوار، هذا الشيء اتفاق راه بين البلان ديالو كيداير. المواطن البسيط مسكين راه تتقول لي 540 يسحب لهم، واش حنا اللي كنغليو الاسعار ديال الدجاج؟ ما عارفين حنا كندوا هذيك 2 دراهم، درهم ونص اللي كنضربوا في الكيلو، والمصاريف والدراري راك عارف المحال والكرا والضو والماء. يعني حنا الله كافينا مع سميتو. هاد الغلا ما خدامش لينا حنا، ما خدامش لينا هاد الغلا اصلا، هاد الغلا ما خدامش لينا في الضرر ديالنا حتى حنا، خلي عليك المواطن حتى هو. الاثمنه احنا بين الاثمنه ديالنا احنا كنضربوا على درهم ونص 2 درهم، تنخوي دابا ب 300 كنبيعوا ب 340، تنخوي ب 500 كنبيعوا ب 540 530. بالعكس هاد الايامات كاع حنا درنا على درهم. علاش؟ يعني غالي الدجاج، كتقول البنادم مسكين 540، يعني كتجي قاصحه 500 400 درهم، راه جات المواطن راه جات ليه قاصحه في الدجاج. وربي يدير شي تاول ان شاء الله، ان شاء الله يكون خير هنا القدام ان شاء الله. الا كان اتفاق الدراري الحمد لله، الشباب اللي كاينين يعني متفقين، الحريفين كامل ديال الجمعيه الوفاق المركب في بيغورا راه متفقين. احنا درنا الجمعيه ديالنا اصلا، المهم درنا اتفاق ودرنا الاجتماع على ود نسدوا هاد يومين على ود هاد الاسعار الغاليه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.